الهلال يا من بتسمع يا عظيم الرجاء بين اسألك أنت نيرة نيرة أحمد علي وفرج القلب موجع على الذي كنت ناوي إياه رفاقة وسيرة على الذي غادر الدنيا ولا ودع أحمد الصعر فقدانه خسارة كبيرة قصيدة كلمات أحمد علي حسين الحديقي ألقاها تعزية بعد وفاة رفيق دربه المغفور له بإذن الله أحمد يحيى حسين الصعر بعنوان فراق الرفيق يلحنها فايز أبو شمس عزفاء أبو خليل عبد الفرحان وأيقحها الزبيد الفرحان مع تيات تسجيلات الفائز بما Thank you.
قلوب الرجال وفي الوطن والجزيرة صادق الوعد في كل المواقف تواضع جيد فعلا ورجالك الأسد في زئيرة عند أفكار ما هو شخص عادي مضيع فيه كل الرجولة والحمية وغيرة عند أفكار ما هو شخص عادي مضيع فيه كل الرجولة والحمية وغيرة ما عرف ياسك تراجع من طباعه وطبعه ما يفلت خبيرة كان محبوب في صنعة وعمرة أجمع له معزة وله مقدار في كل ديرة بالقيام والمبادئ ما عرفنا تضمع عندها الصدق والأخلاق حيا ضميرة الصدق والإخلاق حيا ضميرة عزة النفس من دين الإسلام تشبع رقب الله في كل العلن والسريرة رحمة الله على من كان يسعى ويفزع في الرخاء والشدايد والأمور الخطيرة كل ما اتذكر المرحوم قلبي بيفزع أصبح الوضع عندي دايرة مستديرة نصر وامين وعزي من يقود المسيرة بالكرام والرجولة كل واحد تضطع بل وسو مطاف للناس ماشي نظيرة تعزية من صميم القلب نحمد ونقنع نحمد الله على المقسوم شره وخيره للإله المهيمن نم وعينك قريرة عمي حياة درع يا نوال المدرع وانزم الصبر واسترجع أمورا قديرة تعزيه لأخوته وحارته والمربع كل ربعه وأصحابه مع أهل العشيرة من حضر في الجنازة يوم أحمد الصعر من تلك الجموع الغفيرة واسألك يا مهيمن جنة الخلد يرتع واغفر الدرب له ومن جهنم تجيرة زوجه من بنات الحور فيها يمتع بين تلك النعم والجنان المثيرة والفصلي وسلم عدم البرق يلمع على محمد عدد مفاح مسك وعبيره
التواصل مع فايز أبو شمس على هاتف 7216-4090 أو 7111-5049-4090.